معنا عبر الهاتف صانع المحتوى أحمد العارف. مساك الله بالخير. مساء الخير. مساكم الله بالنور والسرور، جزاكم الله ألف خير، مشكورين وقصرتوا على حجز الاستقبال. الله يبارك فيك. يعني أنا أول شيء أوجه لك كلمة شكر على تقديمك لهذه النوعية من المبادرات اللي فعلا نحن اليوم كمجتمع يعني يطالب بانتشار أيضا يعني المبادرات الخاصة فيه، وأيضا اليوم يعني في كل بيت أو أغلب البيوت تحصل حد مهتم بمشروع معين، عنده مشروع بيتي، مشروع مثلا محل صغير، فبالتالي مبادرة نفس هذه أكيد بتساهم أنها تدعم هذه المشروع. في البداية أبعرف كيف جتك الفكرة؟ أول شيء هذا واجب علينا نحن كلنا، فنحن تربينا على هالشيء، تربية أبونا الله يرحمه الشيخ سعيد، نحن دائما نبادر ونساعد الغير ونشوف يعني شيء مميز وشيء فيه خير، ننشر الخير في كل مكان. والفكرة هي أصلا من زمان في بالي، من أنا دشيت شوية في المعمعة مثل ما يقولون، مع يعني في عالم السوشيال ميديا وإعلانات مقابل مبلغ رمزي، وفي حرمة تبغى تدخل مثلا تبغى تشارك لكن ما تقدر من هالأمور، في يعني شوية صعوبات. فمن المواقف اللي واجهناها قبل كم من يوم ان اتصلت فينا حرمة وكانت تقول والله إن أنا كنت بشارك في معرض من المعارض اللي كانت موجودة في الدولة، لكن الإيجار كان يعني شوي كبير عليها، يعني ما قدرت. فقالت سبحان الله عقب أسبوعين شفت إعلان أحمد تقول على طول تواصلت وياكم، بس انصدمت أنت قلتوا لي بدون أي مقابل. فالشيء اللي أثر علينا أنها قامت تصيح تقول والله يعني أنا ما أعرف يعني كيف تفكرتوا من هالأمور، فهالشيء يعني أثر علي وايد. واليوم لما نشيت من الرقاد بعد في ريال مكلمني قال لي أي شيء تحتاجونه، أي شيء ناقصكم أنا موجود وأنا بوفر لكم هذا الشيء. فالحمد لله يعني في دعم صحيح، شيء جميل لما تشوف ناس يعني حتى لا يعرفونك ولا تعرفهم بس لما شيء ينتشر فيه خير، الكل يبغى يشارك، الكل يبغى هي. فهذا الشيء يعني اتمنى يعني هالرساله توصل للجميع. يا اخي اذا قدرت سو خير، ساعد الناس، انت ما تعرف شو ظروف الناس. فهاي الرساله بس احنا نوصلها، وان شاء الله الله يوفق الناس هذول كلهم ان شاء الله رزقهم ان شاء الله وهالامور ان شاء الله. طبعا اخ احمد انت حضرتك تشارك في كثير من الحملات التوعويه وتحاول دائما ان تنشر فيديوهات كثيره عنها، بس ان كانت هذه هي اول مبادره تكون لمساعده الناس، يعني لو تحدثنا اكثر عن حماسك لهي الخطوه اللي حضرتك سويتها. والله انا شاركت في امور كثيره ولله الحمد، بس هاي الخطوه يعني راح تكون مميزه دائما في حياتي لانها اول خطوه اخطيها بمشروع مساعده اسر المنتجه، و يعني انا وايد وايد متحمس لها لان كميه الناس والرسائل اللي قاعد فيني ياسين تشكرني وياسين يبادرون يقولون ايش تبغى نحن وياك. ف يعني ما تخيلين، ما اعرف كيف اوصف لك الفرحه اللي انا فيها، وانا للامانه يعني ما توقعت بهاي السرعه الموضوع يعني راح ينتشر، لكن الحمد لله اخواني واخواني في عالم التواصل الاجتماعي، الاخت غرور البلوشي اول وحده دعمتني وهي اللي ماسكه تنظيم الامور هاي كلها، واخواني المشاهير الباقيين بعد ما قصروا. وللاسف للاسف حتى في فئه قليله جدا يعني قالوا لا اذا ما في مقابل احنا ما بنكون موجودين، زي قلت اوكي يعني حتى لما تبغوا تشاركون على الاقل خبروا الناس يعني شوفوا يمكن انشروا الموضوع. صحيح بالضبط. فسبحان الله اكيد. يعني بروح لنقطة ثانية اللي انك اخترت امارة ام القوين عشان تطلق هذه المبادرة، ليش؟ وهل من الممكن ان انت تسويها في امارات اخرى اذا لقيت اقبال مثلا على موضوع البداية هذه في ام القوين؟ والله شوف موضوع مكان المبادرة، احنا كنا حاطين امل ان احنا نسوي المبادرة في دبي، لكن عيال الحلال ما شاء الله وايدين، يا شخص قال ابوي هالبقعة مالتي تعالوا وسووا المشروع مالكم. اذا لقيت دعم عشان تسوي يعني تحط المكان هي اللي هي نعم. جميل جميل، يعني الدعم ما شاء الله متبادل، قاعدين نشوف من كل الاطراف، مثل ما انك قاعد تقدم الخير الناس مستقبلين هذا الخير وايضا هم قاعدين يساعدوك. صحيح. جميل جدا. واللي انا مستغرب ان امس كلمني واحد افريقي من يعني عايش هنا بالامارات، يعني يقول لي انا شفت المسج هذا بس ما فهمت، يعني شفت طلع لي يعني في اكسبلور،
قلت له اخوي يعني ترجمت له بالانجليزي قلت له يعني نساعد اسر منتج اللي في البيت اللي عنده مشروع البيت شيء شيء من هالكلام. قال اوه اي لاف ات وشيء من هالكلام. قال اف يو نيد اني ثينج تيل مي اي ام هير اي ويل بي هابي تو هيلب يو. حلو جميل. انا مستعد اساعدكم باي طريقه لو تبون وانا جاهز. يعني الاهتمام قاعدين نشوفه من مختلف الناس. جميل بالفعل جدا يعني نفس ما انت قاعد تساعد الناس. هاي المبادره انا بسويها بشوف كيف راح تكون ان شاء الله، وإذا شفتها إن شاء الله مثل ما نحن متوقعين ناجحة والناس كلها استفادت راح نسوي مبادرات ثانية وثالثة وإن شاء الله خير. بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفق يعني الله كل الشكر الجزيل لكم. ونتمنى أن نفس هذه المبادرات تنتشر وتتوسع في أرجاء الدولة. أنا والله العظيم أني زعلان، يعني كان أتمنى لو كنت أنا موجود وياكم، لكن أمطار الخير. أكيد 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 أمطار الخير. وإن شاء الله إذا صار لنا نصيب بعد المبادرة إن شاء الله راح نجيكم وبتكون في فيديوهات أكثر عن المبادرة والأمور هاي كلها بإذن الله. ومشكورين ما قصرتوا على جزاك الله خير عارف. وانا شخصيا بيك ان شاء الله مني عندك بنزورك ان شاء الله. الله يتنورون كلكم. شكرا ان شاء الله. شكرا طبعا تسلم. نحن نشكر تواجدك معنا عبر الهاتف صانع المحتوى احمد العارف، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. الله يسلمك. مشكورين. شكرا.